سعيد كيفاش غادي نعاود نشرح لك عاوتاني؟ راه ما بقيتش كنعرف ندير الموسيقى، ما بقيتش كنعرف اللحن، بحال هذاك الشيء طار ليا من الراس ديالي بسبب هذيك المصيبه ديال الصدمه. ماشي معقوله نذكر كل شيء وننسى اهم حاجه، او اهم حاجه عندي. ملي يجي لي عندك غير بسبب الصدمه، الدماغ ديالك غادي يبدا يتفكر كل شيء دابا 24 ساعه. راه طبيعي انك تبلوكا في شي حوايج بحال هادشي. سعيد طيب فنان ملي كيولي متمكن بزاف في المستوى الابداعي ديالو عال، راه يقدر يجي ساهل يدير شي حوايج بساطه بحال هاد الجيل. دير على راسك باذن الله. تقوى الكهرباء المغناطيسيه ديالي كيسميوها النووي. غادي تداوي المرض لو في جيت مغربش عليه. انت اللي كتضرب قرطاسه كتشوف الحرب العالميه الاولى. المستشفى راه يحيد كلشي المصاريف ديال العلاج والاقامه. كيعطيك هاد الباكيات ديال الدواء باش يعاونوك على الايام الجايه. مورفين هادشي اللي نقدروا نعطوه هاد الساعه.